أول خبر بعنوان قمة الشراكة الاستراتيجية بين السيسي وبوتين. تفاصيل الخبر: يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيه الحثيث لبناء علاقات متينة متوازنة فعالة مع القوى العالمية الكبرى، حيث التقى الرئيس السيسي نظير الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، وهو لقاء يمكن وصفه بأنه قمة الشراكة الاستراتيجية بين قوى دولية كبرى وقطب إقليمي فعال، بعد أيام من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك. يعني لقاءات مثمرة، واعتقد الزيارات الخارجية مها اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ده بيؤكد الدور الريادي اللي بتلعبه مصرنا الحبيبة ليس فقط في المنطقة او في الشرق الاوسط ولكن في العالم اجمع، وحرصها على نشر السلام والرسالة السامية اللي بتحملها مصرنا العزيزة للعالم اجمع. نتمنى يا رب التوفيق لمثل هذه الزيارات، واعتقد كمان الجانب الروسي جانب قوي جدا جدا، صحيح، خاصة في هذا التوقيت.